هذه هي مدينة براغ على إنستغرام، تاريخية ومثيرة للإعجاب ورومانسية. فهل هي هكذا حقا؟ وهل سيصمد واقعها أمام صور إنستغرام الجميلة؟ سنتأكد من ذلك ونطلعكم على معالمها الجذابة. براغ هي عاصمة جمهورية التشيك، يبلغ عدد سكانها 1,300,000. يزورها نحو 6 ملايين سائح سنويا. سنزور 3 معالم تحظى بشعبية كبيرة لدى سائحي العالم، ونرى هل تستحق الشهرة أم لا. المكان رقم 1، هارتشين، تلة قلعة براغ. صورها مشهورة على إنستغرام، لكن هل هي جميلة فعلا؟ ستجدون في وسط مجمع القلعة كاتدرائية القديس فيتوس القوطية. إذا أتيتم على رأس الساعة فستتمكنون من مشاهدة تغيير نوبات الحراس. زيارة أرض القلعة مجانية، ولكن تصبح مزدحمة اعتبارا من فترة الضحى، لذلك فالقدوم مبكرا سيكون أفضل. الماضي حاضر في كل مكان هنا، رحلة حقيقية عبر الزمن. إذا كنتم تبحثون عن بعض الاسترخاء فيمكنكم التنزه في المتنزه الكائن عند سفح القلعة، ستستمتعون بإطلالة رائعة على المدينة من هنا. من هنا يمكنكم الوصول إلى محطتنا الثانية خلال 15 دقيقة. جسر كارل على نهر مولداو مشهور على إنستغرام، فهل هو مكان رائع حقا؟ جسر كارل هو أحد أقدم الجسور الحجرية في أوروبا، تصطف التماثيل على جانبيه وهو رمز المدينة، وسمي على اسم القيصر كارل الرابع. مشى الملوك البوهيميون في الماضي على الجسر لأجل تتويجهم، واليوم يمر عليه السياح من جميع أنحاء العالم. عادة ما يكون جسر كارل شديد الازدحام بالمرة للأسف، لهذا ننصحكم بالمرور عليه بسرعة ثم أخذ استراحة قصيرة وتناول حلوى براغ التقليدية. كعكة المدخنة تتكون من عجينة الخميرة المخبوزة والمغطاة بالقرفة والسكر. نطق اسمها بالتشيكية ليس سهلا. ننتقل إلى مكان آخر لنتحقق إن كان جميلاً. المكان رقم 3 يحظى أيضاً بشعبية على إنستغرام. ساحة المدينة القديمة بساعاتها الفلكية الشهيرة، فهل يتسق جمالها مع صورها على إنستغرام؟ لماذا ينظر الجميع هنا إلى الأعلى؟ على رأس كل ساعة يظهر الحواريون 12 في ساعة بلدية براغ، معلم مدينة مشهور عالمياً وتحفة مليئة بالأسرار. لكن كم الساعة الآن؟ هناك 4 طرق مختلفة لحساب الوقت: الطريقة البوهيمية والألمانية القديمة والبابلية والفلكية. كان الملك كارل الرابع يحب علم الفلك ويؤمن بالخرافات. كان يعتقد أن الأرقام والأعداد لها قدرة تأثيرية على الأشياء، وبهذا المعنى كانت براغ مركزاً للعلوم وعلم الفلك في الماضي. ننصحكم أيضاً بالصعود إلى برج دار البلدية. من هناك يمكنكم الاستمتاع برؤية ساحة دار البلدية بأكملها. لا يوجد موقع أفضل منه لإطلالة على المدينة القديمة. الموقع رقم 3 يحصل بالتأكيد على أعلى تقييم هنا. فيما يتعلق بجسر كارل، فإن نصيحتنا هي شاهدوه من مسافة بعيدة أو وأنتم على قارب بدواسات، سيكلفكم ذلك 15 يورو في الساعة. خلاصة رأينا في قلعة براغ، لا تفوتوا فرصة مشاهدتها سواء أثناء النهار أو المساء، فهي تستحق المشاهدة حقاً.